الحقيقه كان في تصريحات هامه النهارده للرئيس الامريكي دونالد ترامب. خرج في مؤتمر صحفي اتكلم عن الاعلان عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا المستجد، وخلال اسابيع قال ان واشنطن صدقت على استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا. هقول لحضراتكم نقطه هامه في موضوع دواء الملاريا ده. واتكلم كمان خلال المؤتمر انه بعد اسابيع هيبقى في احراز نتائج بخصوص اللقاح، وده بعد ما كنا بنعتقد ان الامر هيتطلب وقت طويل، وقال ان اللقاح بيتطلب الكثير من الاختبارات وان هي لسه مساله وقت، لسه بيتم تجارب سريريه وهناك تجارب سريريه لعدد من العلاجات بما يمكن الخبراء من معرفه ايه افضل الادويه واكثرها امانا لمحاربه فيروس كورونا. الحقيقه انه اللي يتفرج على المؤتمر يحس انه موضوع الدواء جاهز او بنتكلم في تجارب هتاخد اسابيع وتنزل السوق الامريكي ومن ثم تنزل العالم. خلوني اقول لحضراتكم ان نفس الدواء ده فرنسا بدات من شهرين تجارب على نفس العلاج، وبيقال انه لا بالعكس، يعني في بعض المخاوف تحديدا من الدواء اللي بيعالج الملاريا اللي يمكن ترامب قال النهارده انه في بعض النتائج انه كمان يعالج كورونا. اول امبارح الصين اتكلمت عن تجارب سريريه في اول لقاح بيتم تطويره لمكافحه الفيروس. منظمه الصحه العالميه اتكلمت انه في اختبارات الاولى للقاح بعد معرفة التركيبة الجينية للفيروس، ولكن انه النتائج الأكيدة هتبين لسه في منتصف العام المقبل. ألمانيا بدأت أيضا تجربة على الكثير من اللقاحات. الحقيقة انه في بعد كده جهات أمريكية خرجت بعد المؤتمر اللي عمله ترامب بيتكلم عن إنه الموضوع قرب وإن هما بالفعل وصلوا لدواء وإنه في بعض التجارب السريرية وبنتكلم عن أسابيع و و و انتقدت هذا الامر بشده وقالت لا ده مش حقيقي ولسه في فتره ولسه ولسه ولسه. خلوني اقول لحضراتكم لكن الحقيقه ان موضوع البحث عن علاج الفيروس او لفيروس كورونا دخل في منطقه حرب اقتصاديه، بدليل تاكيد ترامب النهارده برضه في نفس المؤتمر الصحفي ان الشخص المصاب بكورونا عليه ان يجد علاجا امريكيا وليس اوروبيا او اسيويا، على الرغم ان اوروبا واسيا ممكن يكونوا سابقين الولايات المتحده الامريكيه في بدء التجارب السريريه. الجمله الاخيره يمكن دي تقضي تماما عن او على بعض التصريحات اللي ذكرها النهارده ترامب في المؤتمر عن التجارب السريرية وعن اللقاح اللي هينزل كمان فترة. خلونا نعرف توضيح أكتر من دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، يمكن جملة قالها ترامب أنه المصاب بكورونا عليه أن يجد علاج أمريكي وليس أوروبي أو أسيوي، بنتكلم أنه في جهات انتقدت ده من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، البعض قال أنها بداية لدعاية انتخابية والبعض قال أنها حرب اقتصادية واضحة، رأي حضرتك إيه؟ يعني طبعا بداية الوباء اللي بيجتاح العالم يبدو ان في بعض الشركات او ايضا بعض الدول تريد ان تربح وتتكسب من ذلك المرض اللي اصاب العالم. بداية برضو عايز اتكلم واقول ان صناعة الدواء دي بتعتبر يعني ثاني اكبر تجارة في العالم. نعم. بعد صناعة الاسلحة. يمكن ايضا ان سوق صناعة الدواء يعني بيصل تقريبا الى 300 مليار دولار سنويا. الولايات المتحدة تستحوذ منفردة بما يقترب من 30% من سوق الأدوية على مستوى العالم، وبالتالي هو ده يعني إذا هي صناعة مربحة جدا. كمان إن صناعة الدواء من يعني نقدر نقول عليها إنها من أكثر صناعات العالم ربحية أيضا، يمكن هو ده السبب اللي خلى الرئيس الأمريكي ترامب تحدث وقال إن يعني يدعو إن هو المواطنين الأمريكيين إن هم يستخدموا الدواء الأمريكي بعد ما فرنسا أعلنت إن هي اكتشفت الدواء، ألمانيا أعلنت إن هي اكتشفت الدواء، يمكن الصين واليابان أيضا تحدثت عن دواء لعلاج كورونا. وبالتالي يعني يريد الرئيس الأمريكي ترامب أنه يستحوذ على جزء كبير من أرباح اللي ممكن يعني الشركات الأمريكية التي تستحوذ على الجزء الأكبر من أرباح صناعة الدواء خاصة صناعة داء كورونا. طبعا يعني دكتور، هل الأرباح ممكن تيجي من خلال هذا الشكل من الترويج للعلاج اللي لسه منزلش من أي دولة أصلا، ولكن على سبيل المثال لو مثلا الصين اكتشفت لقاح قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا الشكل من الترويج يؤثر اقتصاديا على اللقاح اللي هينزل السوق؟
كل اللقاحات وكل الأدوية التي تحدثت عنها الدول هي جميعا تحت الاختبار، لا زالت نعم. تحت الاختبار. يمكن البعض يتحدث بعد شهور، البعض يتحدث بعد عام ونصف، ولكن لا توجد معلومة مؤكدة، وبالتالي يعني نقدر نقول عليه أنه بقى يتلاعب. يمكن قد يكون ترامب وهو على مشارف الانتخابات الأمريكية بيتلاعب قد يكون يتلاعب بالناخبين، يتلاعب بمرضى العالم. يعني قد هذا طبعا ممكن يعني شيء يؤخذ بالاعتبار. أيضا يعني برضو نحن نتحدث يعني في جزء ثاني مهم، هو الخسائر الكبيرة التي يعني حدثت في الولايات المتحدة نتيجة الفيروس كورونا. كمان ان يعني كان ترامب اعتمد قانون ان هو خصص 100 مليار دولار امريكي للعلاج والابحاث الخاصه بعلاج كورونا، وبالتالي هو يعني يريد ايضا ان يكون في حاله وجود علاج امريكي، عايز يضمن له سوق اكبر داخل الولايات المتحده. هل هذه التصريحات تؤثر على المشهد الاقتصادي الامريكي بعد طبعا الهبوط الحاد في الاسهم وده اللي حصل في العالم كله؟ هل ده يفرق يا دكتور؟ طبعا في النقطة دي هو بيبحث عن مكاسب قبل الجولة الانتخابية. أيضا الشركات الأمريكية يعني في مجال الأدوية هي شركات كبرى وعملاقة. نعم. احنا نتحدث عن من ضمن أكبر عشر شركات في مجال الأدوية على مستوى العالم، في منهم 5 شركات أمريكية و4 أوروبيين وشركة صينية. وبالتالي يعني هو يريد أن يسبق العالم، أو يريد أن تجعل الشركات الأمريكية تسبق العالم في هذا العلاج، حتى لو عن طريق تصريحات قبل ميعادها. ولكن لا يزال كل العلاجات وكل اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا هي قضى الاختبار، وقضى الاختبارات السريرية، ونحن نعلم أن الاختبارات السريرية بتأخذ وقت. يبقى احنا ليس لدينا علاج مؤكد لفيروس كورونا، هي ليس سوى أقاويل، وليس لدينا نحن يعني في دول العالم هنا وهناك يعني نحن نبحث عن أمل. يجب أن نعلم أن كل دول العالم تبحث عن أمل في سرعة وجود علاج لهذا الفيروس. كانت شركة ألمانية أعلنت أن هي اكتشفت علاج، ولكن لسه في مرحلة التجارب السريريه. وهو ترامب حتى كان عايز يشتري حق هذا الدواء بمليار دولار تقريبا. يعني هو الولايات المتحده بتمارس هوايتها في السيطره على سوق الادويه على مستوى العالم بعد ما سيطرت على سوق السلاح، فهي تبحث ايضا عنها يعني تستغل هذه الفرصه وهذه الازمه الكبيره التي واجهها. يمكن يعني اكبر ازمه اقتصاديه تواجه العالم منذ اكثر، يعني ممكن نتحدث منذ الحرب العالميه الثانيه. يعني اقتصاد الدول الاوروبيه تم يعني تشل بشكل كامل، يعني نحن على مشارف او دخلنا بالفعل بازمه اقتصاديه كبيره، ويريد يعني ترامب يعني ان يخرج منها رابحا باكبر قدر. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد السياسي.